مؤخرا الدراسات الحديثة أظهرت فوائد كبيرة لممارسة الرياضة بانتظام، وأكدت أن النشاط البدني له دور فعال في تحسين الصحة النفسية والجسدية زي التخلص من الاكتئاب وتعزيز الذاكرة والمزاج. كمان اختيار نوع الرياضة بيعكس بعض سمات الشخص، فمثلا اللي بيحب اليوجا بيتميز بالصبر والعفوية، لكن اللي بيحب بقى بحبها بس ما بعرفش، يعني ما أقدرش أصبر، انا ما اقدرش العب يوجا، يعني ما اقدرش اقعد 3 ثواني قاعده ما اعملش حاجه. دي احب اشوف الناس وهم بيلعبوا اليوجا، يعني احب اشوف شكلهم تهدي الاعصاب فعلا، هم قاعدين عاملين كده وفي حاله من وفي حاله من السكون وهاديين وما بيتحركوش، لكن انا ما اقدرش اعمل كده. انا فراك، انا كمان يعني انا متاكده، انا ما حدش شخصني يعني، بس انا متاكده ان انا عندي اي دي اتش دي. احنا شخصناكي على مدار ال لا، ما انا كنت لسه عايزه اقول لك انت اكيد اكتر مني شويه اي دي اتش دي اكتر. لا بجد انا ما اقدرش اقعد، يعني فعلا ما اقدرش اقعد 5 دقايق كده قاعده ايه العب يوجا، لا صعب شويه. لكن اللي بيحب الويت ليفتنج او رفع الاثقال بيتسم بالانضباط والثقه. انت بتحب اي نوع من الرياضه يا شاذلي؟ مشيها رفع اثقال. لا جري مثلا ممكن تبقى طبعا. لا انا بروح الجيم، مش منتظم في الجيم بس بروح. يعني لما بلاقي نفسي قعدت فتره كبيره ما مشيتش بنزل، ممكن اتمشى في تراك شويه كده يعني. طيب خلونا نشوف في التقرير ده صفات الأشخاص اللي بيحبوا الرياضة بتبقى عاملة ازاي. دراسات وأبحاث كتير دايماً بتبين لنا الفوائد العظيمة لممارسة الرياضة بكل أشكالها. مثلاً في دراسات بتأكد أن الاستمرار في النشاط البدني الرياضي له دور كبير في التخلص من الاكتئاب وتحسين المزاج وتقوية الذاكرة وزيادة النشاط لجسم صحي أكتر. وكمان بتشيد بتمارين الهيت اللي بتركز على التدريبات المتواترة عالية الكثافة لزيادة القدرة على التحمل. ده غير أن تمارين اللياقة البدنية والأيروبيك من أقوى المحفزات لإفراز هرمون الأندروفين اللي بيحسن المزاج. وفي دراسة جديدة لمجموعة من الباحثين أكدوا أن النشاط البدني فعال بمقدار 1.5 مرة أكتر من الاستشارات أو الأدوية المعتادة. وفي دراسات تانية كمان وضحت أن اختيار نوع الرياضة بيعكس شخصية اللي بيمارسها، زي مثلاً محبي اليوجا بيميلوا للعالم الروحاني وعندهم صبر وقبول لأي تحدي في حياتهم، ومن أهم صفاتهم الرحمة والعفوية. أما اللي بيمارسوا رفع الأثقال فمعروفين بالانضباط والثقة بالنفس والمثابرة والحرص على تنظيم حياتهم الشخصية والاجتماعية، وكمان عندهم أهداف واضحة بيشتغلوا على تحقيقها. أما بقى محبي رياضة الملاكمة فهم بيتميزوا بالتحكم الكبير في انفعالاتهم، وبيحافظوا على لياقتهم البدنية، وبيشتغلوا بجدية كبيرة على شغلهم وعلاقاتهم الاجتماعية. وبخصوص اللي بيحبوا ركوب الدراجات فعندهم قدرة عالية على التحمل والتركيز والنشاط والحماس، ودورهم دايماً بيكون المنظم والمخطط وسط أصحابهم وعائلتهم. أخيراً محبي رياضة الجري بيتمتعوا بالانضباط الشديد والمثابرة القوية، وده بيساعدهم على تحقيق أهدافهم الواقعية. كمان شخصيتهم مستقلة ومزاجهم بيكون دايماً حلو، وبيحبوا يخرجوا مع أقرب أصحابهم. احنا كده عرفنا ان محمد الشاذلي بنوع حبه للرياضة انضباط ومثابرة ومزاجه حلو طول الوقت ويحب يخرج مع الناس باين. اعتقد انه باين.